صباح الخير استاذي ليلى. يا ميت اهلا وسهلا، شو الصباح الحلو، كل الناس الحلوين بيحكوا معانا، الله يسعد الصباح يا رب. كيف حالك؟ وصباح الخير على الاذاعه وكادرها المميز، وصباح المحبه للغالي نبيل المتالق دوم بالهندسه الصوتيه، وصباح الخير من خالد ابو طير لكم جميعا. الله يسعد الصباح. هو نبيل اعداد تنسيق هندسه صوتيه، يعني المهندس فراس العباسي والاستاذ فراس من خيره الشباب، كلكم من خيره المتالقين على الاذاعه. الله يسعدك. استاذ ليلى بدي اطول دقيقتين يلا متتاليتين سريعتين. المهم هلا احنا في موسم اجاك مسج الراتب. ايوه فرحت اركاض، اتصلت على مرتك وبشرتها، تقول متصل على حماتك او امك انها مرتك خلفت، وشو من الفرح طاير، وهي بتقول له اوعى تسحبه اجري على اجرك على الصراف، وهي اللي بتسحبه لانه ايش من حبه الها حاط الرقم السري تاريخ ميلادها الله أكبر عشان ما يخربط فيه. وهي بس تصل الصراف اول حركه بتسويها بتتفرج حواليها، ايوه، وهو بكون حراسات مشدده عليها. حلو. وعلى الراتب ما حدا يشوفه او عد معاها، خوف من ايش؟ من الحسد. ايوه المهم اول ما بتقيم بس تقعد معاه بسيارتهم هذول الخمسين دينار مصروف إلي، وهذول الثلاثين دينار صاحبتي أخذت منها أشياء خاصة. حلو. وهذول العشرين دينار أختي عندها مناسبة، وهذول الخمستاشر دينار بدي أجيب بطاقة احتياط لتلفونها. أيوة. ويلا على المول نجيب أغراض الشهر كاملات، وأول ما تفوت على المول بتقول للشاب يلي على الريسبشن أعطي جوزي أكبر عرباي، وبتبلش تحط بالعرباي، وجوزها لا من ثمه ولا من كمه بس وظيفته يجر العرباي. نعم. وبتبلش تتصل على أمها. حلو. مديرة أفكارها. يما أنا في قسم المنظفات، شو أجيب لك؟ يما أنا في قسم المعلبات، شو أجيب لك؟ يما أنا في قسم المكسرات والبهارات، شو أجيب لك؟ مرضية. يما أنا في قسم البقوليات، شو أجيب لك؟ يما عاملين عرض على البسكوت وبكتات الحلو، شو أجيب لك؟ وجوزها فاتح سمه وببلع بريقه، وبقدرش يحكي أو يتخنفس معاها طبعا، لأنه بكلمة واحدة اللي بتذكر أمها لما تقدم لخطبتها المقولة اللي دمرت ثلاث ارباع الظلم، احنا شارين رجال مش مفكرين بالمال. واخر اشي يا استاذي ليلى، بس نظرة بس عدبلي نظرة. بس عدبلي هاي في انت نسيتها، احنا ما بدنا دبلي، بس بدنا دبلي، بدناش اشي، بس بدنا شغلات بسيطة للدار. واخر اشي بس يا استاذي ليلى، ايوه، نظرة تأمل في الراتب وكيف بتم صرفه وكيف بخلصه بسرعة. شكرا لكم ودامت إذاعتكم. الله يسعدك، شكلك معاني كتير يا أستاذ خالد، الله يسعد الصباح يا رب. بس هيك الصح، يعني لازم الراتب يروح لأكيد لمرته للواحد، هذا إيش طبيعي.